بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبيب الكريم، أسعد الله مساكم وكل أوقاتكم بالخير والمسرات. بدأت انطلاقة جديدة وهي انطلاقة شوط الختام، ختامها مسك بإذن الله لهذا السن، سن الإجزاء ومسافة 6 كيلومترات. إذا ننطلق معكم ونبحر مع الصدارة والمنافسة كي نرى الأوراق التي لما يحن وقت أيضا ظهورها واتضاحها من هذه الأسماء المتواجدة، وكي نشاهد من هي التي سوف تحظى بأول المراكز، ومن هو المضمر الذي سوف يحظى مع سيارة هذا الشوط. تويوتا كروزر بكب هي جائزة المركز الأول، هنالك المنطلقة مع الصدارة والمقدمة سمحة لعامر بن حمد بن عفصان المنصور، يقدم لنا سمحة مع المركز الأول. المركز الثاني تواجد شعار بن عمارة برفقة الظبي، طالب بن علي بن عمارة المري مع المركز الثاني، يقدم الظبي مع المرتبة الثانية. ثالث المراكز تواجد نزاعة علي بن حمد بن مقارع المري، يقدم لنا نزاعة رابعا. وتابع تواجد سمحة عبد الله بن مصبح بن عبد الله العامري. وخامس المراكز تتواجد بهذه اللحظات الهودة سلطان بن حميد الفلاسي، يقدم لنا هذا الاسم المشارك والمتواجد بهذه اللحظات. ندائنا الأول للخمسة المراكز المتقدمة، ونعود بحضراتكم إلى سمحة من تتواجد مع الصدارة وتنطلق حاملة شعار عامر بن حمد بن حصان المنصوري. من يود الانتصار بهذه الفترة المسائية وخصيصا برفقة سمحة، من تنطلق بقيادة هذا الشوط ومن تتربع على عرش المقدمة. المركز الثاني تتواجد الظبي والطالب بن علي بن عمارة المري، جماهيرك يطالبونك بكلمة الناموس وخصيصا أهالي ميدان الشحانية بانطلاقة الظبي مع المركز الثاني. المركز الثالث تتواجد سمحة عبد الله بن مصبح بن عبد الله العامري مع المركز الثالث، عامر دائما وأبدا بالإنجازات وبالانطلاقات المميزة برفقة هذا الشعار. إذا هذه الثلاثة الأسماء المنطلقة ومثلث الناموس يحتوي هذه الأسماء المتواجدة والكبيرة. أنطلق مع المركز الرابع لأتابع نزاعة علي بن حمد بن مقارح المري، يقدم لنا نزاعة وشعار نوايا. تتواجد ويتواجد هذا الشعار مع المركز الرابع. أتابع المركز الخامس تتواجد بينونة راشد بن محمد بن راشد المنصور، يقدم بينونة لأول نداء مع المركز الخامس. هذه هي الخمسة المراكز المتقدمة والفايز ستار. ولكن أعود بحضراتكم إلى البيكستار، إلى النجمة الكبيرة المنطلقة والمحلقة مع الصدارة وهي سمحة. سمحة على المركز الأول وعامر بن حمد بن عفصان المنصور، يقدم سمحة مع أول المراكز ومع الانطلاق المميز ومع انتصاف مسافة هذا الشوط. انتصفت المسافة وبدأنا بفتح سجلات جديدة في منافسة أيضا متجددة مع هذه الأسماء، وخصيصا مع سمحة من تنطلق مع الصدارة وتحلق مع القيادة. المركز الثاني تتواجد بهذه اللحظات ومن تنطلق سمحة عبد الله بن مصبح بن عبد الله العامري، وتواجد هنالك شعار طالب بن علي بن عمارة برفقة الظبي، من انطلقت إلى المركز الثاني لتتواجد سمحة على المركز الثالث، وتعود الملكية لعبد الله بن مصبح بن عبد الله العامري. ورابعا تقدم وتواجد مقصصة من انطلقت، أو هنالك تواجدت مزنة. مزنة تتقدم بأول نداء وقدوم لهذا الشعار. غانب بن منصور آل سيف الخيارين يقدم لنا مزنة مع المركز الرابع. أتابع خامسا
المراكز من تتواجد مقصصة لأول ندى وعلي بن راشد بن مفتاح الشامسي يقدم مقصصة مع المركز الخامس ومع تواجد ختام النداء للخمسة المراكز المتقدمة. ولكنني أناظر وأشاهد أسماء قادمة آتية لا محالة لتشكل المنافسة ولا أيضا تحظى بكلمة الناموس، هذه الكلمة الغالية التي يتمناها كل مضمر وأيضا مالك ومشارك بهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة الحاضر والماضي، وخصيصا بهذا المهرجان، مهرجان سباق سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشاهد الظبي، انطلقت الظبي، انطلقت كالظبا وتواصلت مع المركز الأول. الظبي تعود الملكية لطالب بن علي بن عمارة المري مع الصدارة ومع المقدمة شعار بن عمارة. المركز الثاني تتواجد سمحة عبد الله بن مصبح بن عبد الله العامري وآل العين يطالبونك العامري. المركز الثالث تتواجد بهذه اللحظات سمحة عامر بن حمد بن عصان المنصوري يتواصل شعاره مع المركز الثالث. ولكن مزنة خطيرة من انطلقت مع المركز الرابع غالب بمصورة سيف الخيرين. وأشاهد قدوم ووصول نهابة، وصلت نهابة عتيق بن محمد بن عتيق المهيري شعاره يتواصل مع المركز الخامس. ووصلت الجذابة، مرحبا بقدوم الجذابة علي بن عبد الله بن يحيى يقدم الجذابة مع المركز الخامس. ووصل شعار بالسعودي مع المركز الخامس ايضا. ولكن اعود مع سمحة، تسمحت امور سمحة، الله يسمح دربك يا سمحة مع المركز الاول. سمحة تعود الملكية لعبد الله بن مصبح بن عبد الله العامري يقدم لنا هذا التقدم الجميل. وهنالك ايضا سمحة الآتية مع المركز الثاني وعامر بن حمد بن عصان المنصوري يقدم لنا سمحة الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير. انطلقت الجذابة، تواصلت مع المركز الثاني علي بن عبد الله بن يحيى يقدم الجذابة. المركز الثالث انطلقت مزنة إلى ثاني المراكز غالب بمصورة سيف الخيرين يقدم مزنة مع المركز الثاني. ثالث المراكز تواجدت بهذه اللحظات وبرة سيف بن علي بن سيف الاكتبي مع المركز الثالث يكتب اسمه بحروف من ذهب. ولكن أشاهد سمحة انطلقت مع الصدارة عبد الله بن مصبح بن عبد الله العامري يتواصل شعاره ويرفرف مع أول المراكز. الله، سمحة أقلعت، حلقت، تواصلت، انطلقت، أبحرت مع الصدارة. هنالك الدانة قادمة، مهير بن علي بن سعيد المنصوري مع المركز الثالث. وصل شعار بن دري المنصوري ثانيا. ولكن سمحة مع الصدارة برفقة العامري يتواصل شعاره مع المركز الأول. وانطلقت الدانة، هذه الدانة الثمينة، هذه الدانة من حلقت مع الصدارة وانطلقت باللحظات الأخيرة مع النداء الثاني. سلام وتحية واحترام لآل الختم مع هنالك شعار بن دري المنصوري من حقق هذا الانتصار المميز في هذه الفترة المسائية. نهني مالك نحابة أو مالك الدان محير بن علي بن سعيد المنصوري ثاني المراكز. كان الوصول من قبل سمحة لعبد الله بن صبح وعبد الله العامر المركز الثالث. كان التواجد من قبل زعفران لسالم بن حمد بن ضبيع الكتبي. رابعا كان الوصول من قبل علي لراشد بن حمد بن مبارك المهيري. خامس المراكز الشهرية لسعيد بن علي بن وحير الدرعي. نهني جميع الفائزين كما نذهب بالتهنئة لمالك الدانة من حصلت على أول المراكز ومن فاجأتنا باللحظات الأخيرة وانطلقت إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس بتوقيت مميز 9 دقائق 12 ثانية 46 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لمالك الدانة مهير بن علي بن سعيد المنصوري على حصول الدانة على المركز الأول. ثاني المراكز كان الوصول من قبل سمحة 9 دقائق 13 ثانية 46 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لعبد الله بن صبح بن عبد الله العامري على حصوله مع المركز الثاني. ثالث المراكز كان التواجد من قبل الزعفرانة من حظت على الزعفران مع ثالث المراكز 9 دقائق 13 ثانية 50 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لسالم بن محمد بن ضبيع